نعتبره اليوم نحتفل بمحدى الملاحم اللي عرفها المغرب وهي ملحمة الاستقلال. طبعا الحركة تجي بعد أيام قليلة من ملحمات أخرى هي الملحمة ديال الاحتفال بعد مسيرة الخضراء، واللي اليوم هاد الانسجام اللي كاين بين هاد جوج ديال المحطات كيبين المقاومة ديال المغرب، المقاومة ديال الشعب المغربي من أجل استرجاع الاستقلال ديالو، واللي كان نتيجة ديال تلاحم بين إرادتين، إرادة شعبية وإرادة ملكية. مرة أخرى كتأكد هذيك الملحمة كتأكد هذاك التلاحم فيما يتعلق بالمسيرة الخضراء، واللي فعلا لف من حيث الحصول على الاستقلال كانت هناك مقاومة شعبية بتأطير وبتدبير وتسيير من طرف الملكية. مرة أخرى حتى بالنسبة للمسيرة الخضراء كانت هناك مسيرة سلمية من إبداع المغفور له الحسن الثاني، واللي نفذها الشعب المغربي أكثر من 350 ألف مغربي اللي كانوا رحلوا ومشوا توجهوا إلى الأقاليم الجنوبية واسترجعوهم بكيفية سلمية حاملين فقط الأعلام والقرآن. المرة الأخرى اليوم هذه محطة كنستحضروا فيها هذه الملاحم، وإحنا كمنتخبين ديال مدينة الدار البيضاء كنأكدوا مرة أخرى بهذه المناسبة تشبتنا وتعلقنا باستقلال المغرب تحت التوجيهات ديال صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. شكرا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.